الأشكال هاي الصغيرة اللي أنت كونتيها أو رسمتي على أساسها الأوراق هاي الصغيرة وكونتيها؟ في أغلب الأشكال اللي أنا مسوتنها متعلمتنها من هالكتاب. في مثلاً هاي هم أشكال وايد صغيرة، أتمنى إن شاء الله أنها توصل للمشاهدين. هذه السمكة. نعم. وفي مسوية الخروف، هو في الكتاب يعلم كيف تسوي الخروف، بس فكرة أني أسويه كعيدية هذه من عندي أنا. نعم، إذا هاي حركة حلوة كانت في العيد، سوتها فرح، صنعت الخرفان الصغار هذيلة وحطت فيهم العيدية. حوالي كم وحدة سويتي فرح؟ تقريبا بعت من هاي الخرفان 350 خروف. كان في طلب عليهم؟ كان في طلب وايد زيادة. نعم، حتى حطيتي لهم هاي العيون الصغيرة. كتاب طاح مو مشكلة، يعني هاي العيون اللي هاي كلها موجودة، التعليمات موجودة في الكتاب. تقريبا هذا الكتاب اللي راويتكم اياه